في فرق ما بين البروداكتيفيتي والاستثمار. واعتقد ان احنا لازم نركز على الفكره دي. مشروع محور تنمية قناة السويس بعد صدور المخطط العام في شكله النهائي هنبدأ إن شاء الله في إعداد البنية الأساسية تمهيدا لدخول المستثمرين للاستثمار في المناطق التي سوف يحددها المخطط العام. قصة مش قصة مواني، قصة خدمات في المواني. حضرتك عشان تاخد عدد من العملاء لازم يكون عندك خدمة جيدة في المينا. ليه؟ لأن التكلفة اليومية للمراكب مهاش رخيصة، فالنهاردة المراكب الكبيرة بتروح للمنافس لأن عنده معدلات الشحن والتفريغ أسرع من عندك، فأنت بتفقد عميل. المحور التنمية أنا على استعداد برضو. شفنا 64.5 مليار مليون تجمع في أسبوع واحد ومن خارج الصندوق، معظمها من خارج البنوك. فأنا شايف أن التمويل الجماعي في مصر في الفترة الجاية هو أهم شيء يجب أن نركز عليه ونعيد التجربة. باسم المفاوضات البروجيكتس اللي كانت موجودة، بروجيكتس هائلة وعظيمة وفي مليارات كتير، أعتقد أن جزء كتير يعني. هل اللي عايز يشتغل يعرف؟ ولا البيئة ما تسمحش خالص انه يعرف يأسس صندوق استثمار او يأسس شركة تستعمل استحواذات كاستثمار مباشر؟ لا، البيئة تسمح، واللي عايز يشتغل عرف يشتغل من 2010 لحد النهاردة، وقبل كده في شركات كتير طبعا موجودة، بس انا بتكلم في الاربع خمس سنين اللي فاتوا. البيئة التشريعية اللي موجودة تسمح ان اي حد عنده الملاءه الماليه والفرص موجوده يكون صندوق استثمار او يكون شركه استثمار مباشر او شركه قابضه. يعني تشريعيا ما فيش اي حاجه موقفه حد انه يبتدي يشتغل اذا ما كانش لسه ابتدى، او انه يكون يشتغل زي حالتنا مثلا من قبل كده، من اربع خمس سنين حتى اللي فاتوا. فما نقدرش نحسب انه في خسائر، لا، ممكن نختلف في الحته دي. اللي بيحصل تشريعيا إضافة وبونص زيادة للناس إنها البيئة هتبقى أحسن، الإجراءات أسهل، الحاجة أسرع. إنما اللي موجود النهاردة وكان موجود من أربع خمس سنين فاتوا وعشر خمس سنين فاتوا يسمح لمجال الاستثمار المباشر إنه يشتغل في مصر بأريحية. القطاع الخاص النهاردة بجد اتكلم مع بعض، لو خدت بالك من الأسئلة والأجوبة واللي حصل بين المعزوم وبين المتحدث حصل انتراكت، وده اللي احنا عايزين نطلعه. احنا هنا عشان نطلع حلول مش نشوف المشاكل. ماشي، في مشاكل بس لازم نطلع الحلول بتاعتها.